تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. لم يعد رواد الفضاء من رحلة المكوك تشالنجر وعادوا من رحلة المكوك سويوز. في قصة مثيرة جدا، مكوك الفضاء الأمريكي الشهير تشالنجر اللي سقط قبل كده ومات الناس اللي فيه سنة 86، ومكوك الفضاء الروسي سويوز اللي هو 2018. العالم كله كان يتابع ذلك منذ أيام، هذا المكوك الفضائي الذي انفجر الصاروخ اللي أطلقه، ومع ذلك عاد رواد الفضاء بأمان. فقصة مثيرة 86 وقصة مثيرة 2018. هنا مكوك فضاء أطلقته وكالة ناسا، هنا مكوك فضاء أطلقته روسيا من قاعدة بايكونور في كازاخستان. في المرة الأولى انفجر المشروع بكامله بعد قليل، في المرة الثانية انفجر الصاروخ لكن عادت الكبسولة إلى الأرض وتم إنقاذ رواد الفضاء. فما هي القصة؟ القصة الأولى سنة 86 وكالة ناسا أطلقت تشالنجر اللي هو مكوك الفضاء الأمريكي تشالنجر من ولاية فلوريدا. الناس واقفين كلهم بيسقفوا سعداء ان في 7 رواد فضاء موجودين في هذا المكوك، وهيطلع هذا المكوك بعد قليل. وفعلا شوية بدأ يقولوا 3 2 1 انطلق مكوك الفضاء تشالنجر، لكن بعد 73 ثانية انتهى تماما وتحطم تماما ومات الجميع اللي هو 7 رواد فضاء. كان مشهد صعب جدا، عائلات موجودة، أسر موجودة، أصدقاء، جيران، ناس كتيرة جدا عائليا كانوا بيودعوا رواد الفضاء باعتبار أنها رحلة آمنة وهيرجعوا، مش جاي أبدا في خيالهم أنهم يشوفوا تدمير مكوك الفضاء قدام عينيهم بعد انطلاقه بقليل. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا للعائلات والأهالي، وصدمة كبيرة جدا وخسارة فادحة لوكالة ناسا، وصدمة لأمريكا والعالم. فالرئيس رونالد ريغان وقتها كلف وزير الخارجية الأسبق ويليام روجرز إن هو يشوف هذا الموضوع برئيس لجنة تحقيق، وتم التحقيق في هذا الموضوع واتضح إن في حلقات مطاطية بتفصل بين أجزاء من المكوك والصاروخ نتيجة عطب حصل، فهذه الحلقات فكت، وبالتالي ده أدى في نهاية إلى تسرب الوقود وبالتالي تدمير المكوك الفضائي الأمريكي تشالنجر. التحقيق بالضبط وصل إلى ما يلي: نمرة 1 إنه عند الثانية 58 يعني بعد دقيقة تقريبا رياح باردة عصفت بالمكوك، بدأ بقى موضوع الانفجار المتتالي لغاية ما سقط بالكامل في المحيط الأطلنطي ومات الجميع. في التحقيق ظهر إن الشركة تعاقدت، إن الشركة اللي تعاقدت مع وكالة ناسا استخدمت هذه الدوائر المطاطية بطريقة غير آمنة، كانت هي أساس الكارثة التي حدثت لهذا المكوك تشالنجر. الأمر الثاني إن الجو البارد كان فيه تحذير، ما تطلعوش يا جماعة إذا الجو بارد جدا، لأن ده هيؤدي إلى مخاطر فيزيائية على المكوك، ومع ذلك خرجوا. نمرة 3 إن هم استرخصوا في بعض المواد، في مواد استرخصوا فيها عشان يقللوا التكاليف والنفقات، وبالتالي الأمان اللي كان موجود في تشالنجر كان أقل كتير من الأمان اللي موجود في مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا، وده أدى في النهاية إلى تدمير هذا المكوك. وده أدى إلى أن قرار في ناسا بوقف كل الرحلات اللي هي مأهولة برواد الفضاء لغاية ما يشوفوا الدنيا ويطوروا الأمور وما يعوز في هذا الخطأ مرة أخرى. مر وقت من 86 ل 2018، رحلة برضه للمركبة سويوز. المركبة ديت طالعة برضه الفضاء في محطة فضائية دولية. هذه المحطة الفضائية الدولية اتكلمنا عليها قبل كده، اللي على ارتفاع حوالي 400 كيلو من الأرض، وقلنا إن هذه المحطة بتدور حول الأرض عدة مرات يوميا، موجود عليها رواد فضاء عايشين بعد 6 شهور ويرجعوا. فمن قاعدة بايكونور في كازاخستان الروس أطلقوا سويوز. سويوز ديت على أساس أن هي هتصل إلى المحطة الفضائية الدولية، ولما تصل المحطة الفضائية الدولية الاتنين الرواد دول هينزلوا
لثلاثة رواد موجودين، وطبعا هياخدوا معاهم مواد غذائية وحاجات علمية عشان يشتغلوا هناك في الست شهور دول بعثة خارج الأرض. فبعد المكوك ما تم إطلاقه بقليل انفجر الصاروخ اللي بيحمل المكوك. لما انفجر، وهنشوف فيديوهاته مذهلة جدا بعد شوية، الكبسولة قدرت انها تنزل بعيدا، طبعا بانحراف حد يؤثر على الصحة، الا ان الاتنين رواد، واحد امريكي وواحد روسي، نجوا من هذا الحادث الخطير جدا وتم انقاذهم. راحوا الخبراء الروس عند مكان وقوع الكبسولة على الارض وانقذوا الاتنين الرواد، وركبوا عربية بعد كده ثم الى طيارة، قالوا ان صحتهم كويسة، انما خدوا قرار بعد التحقيق ان بعد كده جميع اجزاء الصاروخ تتفك تاني، تتركب تاني قدام كاميرات تصور ده فوتوغرافيا وتصوره كفيديو، لانه حصل مشكله في تركيب هذا الصاروخ، عشان ما تحصلش تاني القرار ان بعد كده اي صاروخ هيطلق اي مركبه فضائيه هيتم اعاده تفكيك هذا الصاروخ ثم تركيبه قدام الكاميرات للتاكد من انه تم فعل ما يلزم من الناحية العلمية. وحتى ذلك الحين في تحقيق كبير جدا في روسيا، وحتى ذلك الحين أيضا بيتم إعداد صاروخ آخر ليحل محل هذا الصاروخ في إطلاق المركبة سويوز. طب الناس بقى اللي فوق دول اللي قاعدين في المركبة الفضائية، في المحطة الفضائية الدولية، وكانوا منتظرين الاتنين دول اللي هم ما رجعوش أو ما وصلوش وتم رجوعهم إلى الأرض، دول هيعملوا إيه؟ الروس بيقولوا ان دول يقدروا يعيشوا لمدة طويلة قادمة، مفيش مشكلة، على ما يلحقوا يجهزوا الصاروخ اللي بعديه يطلع مكوك فضائي تاني، مفيش مشكلة حتى ذلك الحين يقدروا يعيشوا بطريقة جيدة. طبعا بنتكلم على شيء بقى خيالي، في بيت ضخم موجود فوق هذا البيت اسمه المحطة الفضائية الدولية، بنتكلم على ان ناس رايحين جايين على هذا البيت، وان كان اتنين رايحين يزوروا حصل مشكلة رجعوا، انما اللي باقيين اللي هناك يقدروا يعيشوا غير دول ما يرجعوا. يعني الكلام ده لو كان حد بيقوله اوائل القرن العشرين كان بقى مش خيال انما ما بعد الخيال، انما حاليا بنشوف ان دي حقيقة كبيرة جدا، بقت المحطة الفضائية الدولية حقيقة، والمكوث فيها لأشهر طويلة حقيقة، والذهاب والعودة من المحطة حقيقة، وتحصل حوادث ويتم انقاذ البعض ويعودوا مرة تانية حقيقة. فعلم الفضاء الحقيقة وصل الى مستوى اسطوري، وكانت إدارة هذا الحادث بعودة رائدي الفضاء بصحة جيدة هو نموذج للتطور عما جرى في كارثة التشالنجر عام 86. لشرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل وعرض في 4 فيديوهات، الفيديو الأولاني لحظة انفجار مكوك الفضاء التشالنجر اللي اتكلمنا عنه في بداية هذا التحليل. بدأ كل شيء على ما يرام. ومرت دقيقة ثم أصدرت مراقبة الرحلة تعليماتها الروتينية والمهلكة. Malfunction.
flight photo. Go ahead. RSO reports vehicle exploded. Copy. احتاجت حجيرة الطاقم إلى دقيقتين للسقوط في البحر، وقتل أفراده السبعة. كان المهندسون حذروا ناسا من إطلاق المكوك في طقس شديد البرودة، وقالوا إن السدادات المطاطية في محركات الدفع قد تتمزق بسبب البرد، وهذا ما حدث. صور الفيديو التي التقطت لعملية الإطلاق تظهر وجود سحابة من الدخان الأسود عندما بدأت الحلقات المطاطية المصممة لسد الوصلات بين أقسام محركات الدفع بتسريب الوقود الذي اشتعل وأدى إلى انفجار الصاروخ الرئيسي. ده انفجار تشالنجر عام 86، هنا بقى انفجار الصاروخ اللي حمل سويز 2018. مكوك تشالنجر 86 مات رواد الفضاء السبعة، إنما في مكوك سويوز 2018 الاثنين رواد تم إنقاذهم. قاعدة بايكونور اللي خرج منها الصاروخ الذي تحطم بتخطط علشان تطلق رحلة جديدة.
3. الحداثة عند الفيلسوف المغربي عبد الله العروي. دكتور عبد الله العروي كان أستاذ لمدة طويلة في جامعة محمد الخامس، بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس عملوا احتفالية كبيرة ليه، وأصبح أستاذ فخري في كلية الآداب جامعة محمد الخامس. دكتور عبد الله العروي تعلم في المملكة المغربية الشقيقة، ثم في فرنسا جامعة السوربون، درس علوم سياسية، درس تاريخ، هو مثقف موسوعي ومفكر كبير، ولديه رؤية ولديه خصوم لهذه الرؤية الفكرية، لكنه من الذين أثاروا اهتمام الفكر العربي في العقود الأخيرة. حضراتكم موجز الفكر العالمي، البعض بيقول 3 تشكيلات فكرية. التشكيل الأول ما قبل الحداثة، الحداثة، ما بعد الحداثة. البعض بقى بيقول ما بعد الحداثة. خلينا نتكلم على 3: ما قبل الحداثة، الحداثة، ما بعد الحداثة. وتكلمنا قبل كده عن المفكر والأكاديمي الروسي ألكسندر دوجين، لما قلنا هو بيفكر في نظرية رابعة سماها ما بعد الفلسفة اللي هي النيو أوراسية، لكن ده فكر سياسي، إنما فلسفيا أو فكريا ما قبل الحداثة، ما بعد. نيجي بقى مثلا للحالة المصرية. للأسف الشديد إن الحالة المصرية انتقلت من الحداثة إلى ما قبل الحداثة. في عهد الزعيم المصري الوطني الكبير محمد علي باشا اتأسست الحداثة المصرية. في عهد الخديوي إسماعيل الزعيم المصري الوطني العظيم كان في مشوار كبير جدا في طريق الحداثة. في تعريفات كتيرة جدا للحداثة. نتكلم على حداثة إسلامية، حداثة أخلاقية، حداثة لا تصطدم بالعقيدة ولا بالإيمان، حداثة لا تصطدم مع قيم المجتمع ولا تقاليده. نتكلم على العقل، على المنطق، على المنهج العلمي، على التقدم الاقتصادي، على التقدم التكنولوجي، على النخبة الحديثة، على التطلع هيكون جزء من العالم، بل فيما بعد أفضل من العالم. للأسف أن في مصر لما انتقلنا من الحداثة ما انتقلناش إلى ما بعدها، إنما انتقلنا إلى ما قبل الحداثة. في باحث أنثروبولوجي أمريكي اسمه وولتر إمبراست، وولتر إمبراست ده كتب بحث قبل كده من فترة طويلة عن الحداثة في مصر، وقال إنه للأسف مصر انتقلت إلى ما قبل الحداثة، وأشار إلى فيلم سينمائي مصري كان فيه نقابة المحامين كلها زحمة وارتباك، وأغنية أحمد عدوية اللي هي زحمة يا دنيا زحمة، وقال إنه هذه الأغنية بتشير إلى حالة الارتباك في رمز الحداثة المصرية. النقابة المحامين هي رمز من رموز الحداثة المصرية الرئيسية. إزاي بقى رجعت إلى مرحلة ما قبل الحداثة وبقى فيها هذا الارتباك وهذا العدد وهذا الشكل اللي موجود معماريا أو بنائيا في المباني الجديدة؟ كل هذا الكلام قاله وولتر إمبراست إنه رجعنا من الحداثة إلى ما قبل الحداثة. لا أتفق مع إمبراست في أن نقابة المحامين انتقلت إلى ما قبل الحداثة. في كتير جدا من المحامين ومن نقابة المحامين بيبذلوا أقصى جهد للحفاظ على هيبة النقابة وعلى استكمال دورها التاريخي، إنما الملاحظة بيقولها كتير جدا إن إحنا تراجعنا في حاجات كتيرة إلى ما قبل الحداثة. بولاء اتكلمنا عنها قبل كده، اللي كانت من 200 سنة فيها مكتبات وفيها دار نشر وفيها مطابع وفيها بحيرات وفيها حدائق، يعني كانت أحسن مناطق كتيرة في أوروبا شكلا ومضمونا، وكانت عاصمة للمعرفة. شو بقى التحولات التي جرت في بولاء فيما بعد؟ الكلام بالنسبة للمفكر الدكتور عبد الله العروي إن لابد العالم العربي كله ينحو باتجاه أو يمضي إلى طريق الحداثة، لابد إلغاء المنطق والمنهج القديم وقطيعة معرفية مع ما أدى إلى تدهور الأمة العربية، ونحن نتواصل معرفيا مع المناهج ومع المنطق المتقدم في الدول المتقدمة ولا سيما في الغرب. الحداثة برموزها ومكوناتها من الدولة إلى العقل إلى العلم إلى النقد إلى المسؤولية هي أساسية في فكر عبد الله العروي. وبعدين بدأ يعمل زي ديكارت
يؤسس المفاهيم، فعمل مجموعة كتب في تأسيس المفاهيم. في كتاب عن مفهوم الدولة، مفهوم العقل، مفهوم التاريخ، مفهوم الحرية، مفهوم الإيديولوجيا. كل مفهوم من هذه المفاهيم عمل كتاب ليه علشان يؤسس، لأنك الأول لازم تؤسس المفهوم علشان تؤسس البناء الفكري بناء على هذا المفهوم، وهذا ما فعله عبد الله العروي. دكتور العروي له كتاب مهم جدا يعد نقلة في تاريخ الكتابات الفلسفية العربية، اللي هو كتاب الإيديولوجيا العربية المعاصرة، كما نشرت مراكز الدراسات في تحليل هذا الكتاب. ده كتاب مهم جدا يمثل نقلة. هو فيه بيقول ينبغي أن نترك ما أدى إلى الوضع الحالي ونبحث عما يؤدي إلى وضع أفضل، لكن العروي لا يصطدم مع قواعد الإيمان ومبادئ الأخلاق في مشروعه الحداثي. في كل الأحوال الفلسفة العربية مهمة جدا، من أجل سياسة عربية جيدة لابد من فلسفة عربية جيدة. والدكتور عبدالله العروي والمدرسة الفلسفية في المغرب الشقيق هي مدرسة مهمة جدا، والعروي فيلسوف كبير جدا، لذلك توقفنا عنده موجزا ونبذة عن فكره بمناسبة تكريم جامعة الملك محمد الخامس في الرباط للدكتور الفيلسوف عبد الله العروي. فخور بهذا التكريم، وأعتبره تكريم لإنتاج الجامعة، جامعة محمد الخامس، أول جامعة عصرية في المغرب، وهو أيضا تكريم لإنتاج جيل من مثقفين المغاربة. طبعا هذه لحظة ثقافية اللي هي نادرة، فرصة لتكريم أحد الوطنيين بالمعنى الثقافي الذي في بداية مشواره جمع بين الفكر والممارسة. البصمات ديالو في علاقته مع الشاهد المهدي من بركة، في علاقته مع تجربة ديال بداية المسلسل الديمقراطي في القضية الوطنية. المناسبة كانت تكريما للأستاذ المفكر عبد الله العروي، وبموازاة لهذا الحدث المستحق من دون شك، كانت مناسبة كذلك للتفكير حول أوضاع العالم العربي. لماذا أخفق العالم العربي في التحديث؟ العالم العربي كان يحمل آمالا ولكن انتهت بعد 67، يعني لم يصدر هناك شيء يعني يمكن
أن يعوض هذا الحلم. والسؤال يطرح لماذا؟ Conscient de ces deux entraves, voulait du moins dans les écrits de Michel Afflat, les conjurés ont su dix rédhibitoires du dépeçage colonial. Il est bien sûr hasardeux d'établir un lien de corrélation entre un arabiste et l'échec. Dans le peut-être, c'était convenu. Il était certes perçu comme un avatar du communisme, et à ce titre combattu à la fois par les anciennes forces coloniales que par l'Amérique, le sionisme, les forces traditionnelles appelées rétrogrades, le suppôt de l'impérialisme. معجب الزهراني مدير عام معهد العالم العربي في باريس، ونحن سعداء كل السعادة أن نكون في الرباط في كلية الآداب في جامعة محمد الخامس للمشاركة في تكريم شخص عالم مفكر ومؤرخ وروائي وسوسيولوجي، هو أستاذنا جميعا عبد الله العروي، الذي سعدت بمعرفته شخصيا منذ أن كنت طالبا في جامعة السعودية. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.